كله للخير، مسيرها تنتهي، ربنا موجود. عبارات خالدة لمثلث الرحمات البابا الأنبا شنودة الثالث، معلم الأجيال ذهبي الفم، قديس القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين. أحبائي مشاهدي ساعة الهوى، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج إيماننا الأقدس. إحنا احتفلنا مبارح والنهاردة بمرور 40 يوم على نياح بابانا العظيم 13 رسل إلى ملكوت السماوات، إلى الفردوس. إلى الفردوس أحبائي. وبمناسبة مرور 40 يوم على نياح بابانا، إحنا برضو بنتذكر ظهورات السيد المسيح بعد قيامته من الأموات إلى صعوده إلى السماوات. زي ما سيدنا نيافة الأنبا بشوي تفضل المرة اللي فاتت وحكى لنا وشرح لنا إزاي ربنا يسوع المسيح ظهر لمريم المجدلية 5 مرات، وادانا بدلائل وأسانيد من الكتاب المقدس إزاي ظهر 5 مرات. النهاردة أحبائي بنكمل. هو ما ظهرش 5 مرات، هي زارت القبر 5 مرات. زارت 5 مرات القبر. مش عارف احنا قلنا ايه دلوقتي. ايوه ايش اخطيت يا سيد. احنا النهاردة سيدنا هيكمل معانا ظهورات السيد المسيح بعد قيامته من الأموات. اهلا بيك يا سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري بالقاس، ورئيس دير القديسة دميانة، وسكرتير المجمع المقدس لكنيسة القبطية. أهلا بنيافتك يا سيدنا. أهلا أبونا بطرس. وتعيش في فكر يا سيدنا النهاردة تمام 40 على نياح بابانا العظيم الأنبا امبارح والنهاردة. أنا أشكر قدسك أنك قدرت تيجي الحلقة في وسط المناسبات دي يعني. وبرك في نيافتك يا سيدنا. سيدنا نقدر نكمل ظهورات السيد المسيح. والمسيح قعد 40 يوم لغاية الصعود، وإحنا احتفلنا بتذكار 40 لقدس البابا لانتقاله إلى الفردوس. يعني كلمة 40 اليومين دول هتتكرر كتير، فربنا ينفعنا بصلوات قدسته. سيدنا إحنا خدنا أول يوم لظهورات السيد المسيح المرة اللي فاتت، هنكمل بقية الأحداث. كنا في الفجر. يعني ابتدينا بمرحلة الفجر. أيوة سيد. في أحداث بعد كده بقى. لسه اليوم طويل. ناخد من إنجيل لوقا إصحاح 24 بعد إذن يفتك. تفضل. من أول العدد 13. هنتكلم النهاردة عن تلميذي عمواس. وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم لم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقال: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات: إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء
وأما هو فلم يروه. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وقصر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم، ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون: إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. وأما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. سيدنا حللني، إيه معناها كلمة أمسكت أعينهما عن معرفته؟ يعني هو كان عند هما تلميذين وعارفين السيد المسيح، هو شكله كان اتغير ولا إيه اللي حصل بالظبط؟ هو طبعا في ناس بتستند على عبارة ظهر بهيئة أخرى، يعني وكان شكله متغير فعلا سيدنا، لكن هو في الحقيقة العبارة دي بتاعت ظهر بهيئة أخرى تفسيرها موجود في النص هنا اللي قريناه دلوقتي، لأنه بيقول اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. فكلمة ظهر بهيئة أخرى لا تعني إن هو اللي هيئته اتغيرت، لكن هما اللي أمسكت أعينهم إن هما يشوفوه بهيئته اللي هما عارفينها. يعني إيه؟ ما هو لو هيئة أخرى خلاص يبقى مش هيعرفوه خلاص، لأن دي مذكورة في نص آخر في الأناجيل إنه ظهر بهيئة أخرى للتلميذين، هجيبه دلوقتي النص ده. بس هو كلمة ظهر بهيئة أخرى يعني ظهر في عينيهم هم بهيئة أخرى، لكن مش في حقيقته هو، وإلا يبقى ما كانش محتاج يقول أمسكت عينهما عن معرفته، بدم شكله اتغير يبقى مش هيعرفوه. لكن هو في الحقيقة أنه ممكن يكون طبعا الملابس اللي لابسها مش هي نفسها اللي كان بيلبسها قبل الصلب، دي أكيد يعني. فإذا كانت هيئة بمعنى الملابس يبقى ما عندناش مشكلة، لكن لو بنتأكد عن الملامح العبارة واضحة أمسكت أعينهما عن معرفته، يعني في قدرة إلهية خلت عينيهم مش شايفة الشكل اللي قدامهم زي ما هو. وبعدين سيدنا كانوا عابسين، هل ده برضو ليه تأثير؟ لا لا لا، هي المسألة أساساً إنه هو ربنا قصد يخليهم ما يعرفوهوش، لأنه لما ظهر للتلاميذ في العلية وهم مجتمعين بعد كده يقول فرح التلاميذ إذ رأوا الرب على طول، يبقى الاحتجاج بأنه في إنجيل مرقس الإصحاح 16 الآية 12: وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لإثنين منهم وهما يمشيان منطلقين إلى البرية،
وذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. أخيرا ظهر للأحد عشر. لكن لما نشوف في إنجيل يوحنا مثلا هنلاقي أنه أول ما ظهر لهم في نفس الظهور اللي بيحكي عنه ده اللي هو وهم مجتمعين قال لهم سلام لكم. أول ما ظهر وشافوه عرفوه، فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. طب إزاي فرحوا إذ رأوا الرب إذا كان هو شكله متغير؟ ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، دي في الآية 20 من الإصحاح 20 في إنجيل يوحنا. ومش بس كده، في حاجة أوضح من كده. لما كانت مريم المجدلية ومريم الأخرى راجعين من الزيارة الثانية لمريم المجدلية ومعها مريم أم يعقوب، وهما راجعين في إنجيل متى بيقول لاقاهما يسوع فأمسكت بقدميه وسجدت له. طب عرفوه إزاي؟ وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال له وقال سلام وقال سلام لكما، فتقدمت وأمسكت بقدميه وسجدت له. على طول من غير حتى ما يقول لهم هو مين ولا يتناقش معهم في أي حاجة، سلام لكم. أي واحد ممكن يعني يعطي تحية السلام يعني. فهم على طول سجدوا قدامه ومسكوا رجليه وسجدوا له، عرفوه فورا. فعبارة ان هو ظهر بهيئة اخرى دي ما تعنيش ان شكله اتغير. وبيقولوا بعدما قام باكرا في اول الاسبوع، نفس انجيل مرقس اللي هي هيئة اخرى، ظهر اولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينحون ويبكون. يبقى هي أول ما شافته برضو عرفته. فالسيد المسيح ظهر بهيئة أخرى، بمعنى أن ما رآه تلميذي عمواس أو تلميذة عمواس، ما رآه هذين التلميذين كان عندهم جوه نظرهم هما هيئة أخرى، شكل تاني. لأنه قال أمسكت أعينهما عن معرفته. ولو كان هو شكله متغير أصلا يبقى هتمسك أعينهم عن معرفته ليه؟ هو واحد شكله تاني يبقى مش هو، واضح؟ وبعد كده هيتتغير هيئته تاني عشان يعرفوه. هو الحقيقة سيدنا احنا متعلم ان يفتك يعني التدقيق دي حاجة، حاجة الثانية ان يفتك بتاخد مش آية واحدة زي ما كان سيدنا البابا بيعلمنا خطورة الآية الواحدة، ان يفتك بتاخد من كذا مصدر. احنا بنمشي في الأربع أناجيل وتاخد الصورة كاملة، ان يفتك بنمشي فيها أفقيا وبنمشي فيها رأسيا، رأسيا يعني جوه نفس الإنجيل وبعدين نمشي أفقيا فناخد الحدث جوه الأربع أناجيل، الصورة تكتمل. تكتمل الصورة زي حكاية الخمس زيارات بتاعت مريم المجدلية، مش ممكن حد يقدر يكونها إلا لو مشي أفقي في الأربع أناجيل مع بعض. وما فيش مانع إنه يضيف الرسائل. وزي ما قدسك ذكرت بقى إن في الآخر بيقول العبارة المهمة اللي هتأكد برضو، فبيقول إيه لما ادالهم الخبز انفتحت اعينهما وعرفاها. يبقى هو المشكله كانت في عينهم هما مش في شكل السيد بالظبط. ها ربنا يخليك يا سيد. سيدنا ربنا يسوع المسيح وبخهم وقال لهم برضو يعني يمكن كلمه جايز نحس احنا انها تقيله شويه. لا دي الكلمه دي ليا ملاحظه عليها دلوقتي. ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء. انا عايز اقول برضو خلينا دايما نعرف ان الانجيل بتاع لوقا كتب اصلا باللغه اليونانيه. اه. ف
فزي ما قال البطيئة القلوب في الإيمان، كلمة الغبيان هنا دي ترجمة عربية لكلمة يونانية تعني البطيئة الفهم، مش الغبي. يعني إيه؟ غبي يعني أحمق. لا، هي الكلمة يعني أصل من الترجمة من لغة اللغة، يعني أولا المسيح طبعا قالها بالأرامي أصلا يعني. فالكلمة على ما بتتنقل من لغة للغة للغة، يعني هي اتقالت بالأرامي واتكتبت باليوناني، ودلوقتي ترجمت إلى كل لغات العالم أو أغلب أو اللغات المشهورة في العالم، ومن ضمنها اللغة العربية. فأنا أفهم كلمة أيها الغبيان يعني بمعنى الشخص اللي استجابته مش كاملة لفهم الحقيقة، مش بمعنى كلمة غبي، ولكن بمعنى انه اغلق ذهنه عن التفكير برؤية متسعة، يعني زي ما يقول لك ايه السبيكترم اوف فيجن، يعني الطيف بتاع الرؤية. ولذلك مثلا سكوب اوف فيجن، ولذلك الاسقف اسمه ابيسكوبوس، يعني ابي يعني تحت، وسكوب يعني اللي هو الرؤية او النظر، يعني ناظر من اعلى، يعني بيبص على الرعية وبيخلي باله. والشاشة العريضة قوي في السينما اسمها سينما سكوب، فهي معناها انه 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 ما بيبصش برؤيه متسعه للامور، ما استوعبوش ان هو الله. يعني حالين يا سيدنا كان بيقولوا عليه كان انسانا نبيا مقتدر. لا، ما دي لسه هنتكلم عنها، بس انا عايز اقول يعني عشان ما نخشش في التفاصيل الكلام. هي النقطه ان هو قال لهم بطيء الايمان في جميع ما تكلم به الانبياء، يعني يلي ما فكرتوش صح، يعني هي معناها كده، يلي ما فكرتوش صح. بدليل في نفس الإصحاح لما ظهر للتلاميذ، قال عبارة، اتقالت عبارة جميلة قوي، بيقول حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. ده الأحد عشر واللي معاهم، بس هو في الحقيقة كلمة الأحد عشر ده لقب لمجموعة، جايز يكون واحد أو اتنين منهم غايبين، هو كان توما مش موجود ساعتها، حضر الحد اللي وراه. بس كلمة الأحد عشر دي مؤسسة اسمها كده، كانوا الأول اسمهم الاثنى عشر، وبعد يهوذا، بعد ما يهوذا شنق نفسه، المؤسسة دي بقى اسمها الأحد عشر. بعد اختيار متياس بالقرعة بقت المؤسسة دي رجعت تاني تبقى اسمها الاثنى عشر. فخلي بالك لما يقول انه ظهر للأحد عشر، لو كانت ذكرت الكلمة دي ما نقولش انه معناها ان توما كان موجود، لا، معناها انه المؤسسة بتاعت الرسل يعني. طب سيدنا حليمي مذكورة ازاي؟ قال ايه هنا؟ فيما هم يتكلمون ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم. في الآية 33، أيوة سيدنا، وجد الأحد عشر دي مجتمعين. خلي بالك هو يقصد زي ما يقول مجلس الوزراء مجتمع، ممكن في وزير معتذر غايب، فكلمة الأحد عشر ده اسم المجلس، اسمه مجلس الأحد عشر، تمام، جماعة الأحد عشر. أيوة سيدة، يكون حاضر تسعة، يكون حاضر عشرة، يكون حاضر تمانية، يكونوا الـ11 حاضرين، اسمهم الأحد عشر. عشان إيه؟ عشان دول في حاجة اسمها الاثنى عشر اللي بقوا أحد عشر، وفي الـ70. أيوة سيدة، فدي مجموعة لها تخصص
ومواصفات، ودي مجموعة لها تخصص ومواصفات، وكلمة التلاميذ كلمة أشمل شوية كمان من الاثنى عشر والسبعين. وإحنا مرة قلنا الاثنى عشر والسبعين كان بيرمز إليهم الاثناشر عين مية والسبعين نخلة اللي كانوا شعب إسرائيل شربوا منهم وأكلوا في برية سينا مع موسى النبي. يبقى فتح أذهانهم ليفهموا الكتب. يبقى كلمة الغبيان هنا تعني اللي لسه مخهم ما تفتحش عشان يفهموا. يعني أيها المغلقة الذهن عن فهم الكتب. بس ترجمة بتفرق برضه سيدنا. سيدنا هو ربنا يسوع المسيح بعد ما قال الكلمتين دول ابتدأ من موسى من جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. ابتدى يشرح بس الإنجيل ما ذكرش شرح إيه بالظبط. سيد دي أول محاضرة في اللاهوت، محاضرة متكاملة يعني. المسيح علم كتير قوي وفي كل الاتجاهات، بس أول محاضرة في الكلية الإكليركية هي دي اللي هي الأربعين يوم. لا ما المشوار ده بتاعت المذيع موز ياه ما هو مشي معاهم كم ساعة. أيوه مسافرين. أيوه سيد. وكانوا لسه مش عارفين ان هو. أنا كان نفسي يبقى فيه ريكوردر. كان نفسي يبقى فيه تلفزيون أو قناة فضائية. محدش فيهم دون الكلام ده سيدنا؟ يعني مش موجود في التقليد أو في أي كتب؟ لا 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 لا، ولا حد كتب الكلام ده ولا حد سجله طبعا ولا حاجة. لكن أنا هقول لك في ريكوردر أقوى من كل الريكوردرات اللي في الدنيا. فاكر لما المسيح قال لتلاميذه متى جاء الروح القدس فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. أمال إيه فايدة حلول روح القدس على الكنيسة؟ عشان نعرف قيمة حلول روح القدس على الكنيسة. كل ده بعد كده اتشرح في العهد الجديد. يا سلام لما تقرأ رسالة بولس الرسول للعبرانيين هو بيقارن بين العهد القديم والجديد. أكيد قدسك بتجد متعة عجيبة. مين اللي علمه كلامت ده؟ إيه الأول قارن بين الملائكة والمسيح، وقارن بين موسى والمسيح، وقارن بين الكهنوت الهاروني وبين الكهنوت اللي على رتبة ملك صادق أفضل أفضل، وقارن بين الذبائح الحيوانية وبين ذبيحة الصليب، واستعان أيضا بما هو معروف. قال إنه إذا تغير الكهنوت فبالضرورة يتغير الناموس اللي هي الشرائع الناموسية مش الوصايا العشر. يعني العبارة دي في حد ذاتها ده ايه ده؟ بعد ما قال دول بدون قسم صاروا كهنة، اما هذا فبقسم من القائل اقسم الرب ولن يندم انت كاهن الى الابد على رتبة ملك صادق. فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال لما طلب موضع لاخر. طب ليه بيقول له انت كاهن الى الابد على رتبة ملك صادق؟ وملك صادق هو اللي بارك ابراهيم، وابراهيم اداله العشور، ولاوي اللي منه هارون اللي جاي من ابراهيم عشرة بابراهيم. كل ده شرحه بولس الرسول. وبعدين المقارنة بين الهيكل الارضي بتاع اورشليم اللي اتهد بعد كده والهيكل السماوي اللي المسيح فيه كرئيس كهنة أعظم يشفع فينا كل حين بدم نفسه. إيه السيمفونية الجميلة دي يعني؟ جاب ده كله من يا سيد. وبعدين تلاحظ قدسك الإنجليين لما كتبوا كل واحد لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل وأنت يا بيت لحم وأنت صغيرة أن تكوني بين مدن يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل عشان ولادته في بيت لحم، ومن مصر دعوت ابني. وكل بقى النبوات التي ذكرها كتاب الأسفار في العهد الجديد سواء الأناجيل الأربعة أو الرسائل بتاعت
الرسل الكاثوليكون الجامعة أو رسائل بولس الرسول أو ما ورد في سفر الرؤيا أو سفر أعمال الرسل طبعا. ومش بس كده يا ابونا، عايز أقول لك حاجة تاني، إحنا لما بنقرأ الأناجيل الأربعة ولما بنقرأ بقية أسفار العهد الجديد ولما بنقرأ كمان النبوات بتاعت العهد القديم بناخد نعمة من الروح القدس بيرشدنا إن إحنا نفهم، بس ما نقيمش رأي خاص مستقل، لكن نتعلم من البابا شنودة ونتعلم من البابا أثناسيوس ونتعلم من البابا كرولوس عمود الدين، نتعلم من البابا ديسخوروس ونتعلم من القديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات ما أنا ذكرته، ونتعلم من القديس باسيليوس الكبير، ونتعلم من قوانين الإيمانية بتاعت المجامع المسكونية الثلاثة الأولى وهكذا. يبقى إذن الروح القدس عمله ممتد في الكنيسة، صحيح ما بنكتبش أسفار مقدسة لكن على الأقل بيساعدنا نفهم. فيعني افرض ان تسجلت المحاضرة دي كان هيبقى شيء جميل، بس في شرح الشرح وشرح شرح الشرح، وده كله الروح القدس بيعمله في الكنيسة. يرشدكم إلى جميع الحق. ربنا يخليك يا سيدنا. أستاذ نيافتك في تليفونين كده صغيرين ناخدهم قبل ما نكمل. الأستاذ سمير من سوهاج. ألو ألو. أيوة أستاذ سمير، مساء الخير يا أبونا، إزي حضرتك؟ حضرتك سامعني؟ أه إزي حضرتك يا أبونا، أهلا بيك يا أستاذ سمير، بنقبل أيادي سيدنا. أهلا وسهلا. حضرتك لو فيها تعب يعني ممكن آخد تليفون حضرتك؟ ممكن الكنترول يديهولك يا حبيبي. طيب ماشي، شكرا. اوكي، في اتصال تاني، استاذة امل من كفر الشيخ. الو الو، اهلا بيك استاذة امل. اهلا بحضرتك، نقبل الايادي سيدنا. اهلا يا اخت امل. انا امل غطاس من كفر الشيخ. اهلا وسهلا. وحشتنا قوي يا سيدنا، وربنا يعزينا كلنا في رحيل مثلث الرحمات نيافة الانبا سيدنا قداسة البابا. قداسة البابا. اه كنت عايز اسال بس كم سؤال كده يا سيدنا من فضلك. اتفضل. السؤال الاولاني بالنسبه لتلميذي عمواس، احنا تعلمنا في الكليه الاكليريكيه ان كلمه كسر الخبز ان هم عرفوه لما كسر الخبز، طب هم شافوه فين بيكسر الخبز؟ احنا عرفنا ان كسر الخبز ده اللي هو التناول، هل هم حضروا العشاء الرباني؟ طبعا ما حضروش، ولا كان يقصد هنا ان هو مثلا ممكن يكونوا حضروا اشباع الجموع؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني، احنا عارفين ان الجسد النوراني ما بياكلش وما بيشربش، طب ازاي السيد المسيح اكل جزء من سمك مشوي؟ السؤال الاخير، هما اسماء تلميذي عمواس هل كما وردت في بعض الكتب كليوباس ولوقا، ولا ايه بالظبط الاسماء بتاعتهم؟ استاذ امل انت سبقتيني في كل الاسئله يا استاذ امل، متشكرين. شكري. هو دلوقتي سيدنا هيجاوب على كل الاسئله دي. اي ميرسي. خليك تابع معانا الحلقه، لان احنا في اجزاء من اللي انت حضرتك قلتيها أبونا لسه هيقراها في بقية الإصحاح. ماشي يا سيدنا، ماشي. الإصحاح ده في إنجيل لوقا، دي حاجة، لكن هجاوبك على حاجة واحدة من اللي قلتيهم. أول سؤال يا سيدنا بتاع كسر خبز، هي أول سؤال اللي قالته هو ده، كسر خبز يا سيدنا، إنه في ناس بتخلط بين إشباع الجموع والإفخارستية اللي في ليلة آلام السيد المسيح في ليلة الجمعة العظيمة. الخلط ده مش مظبوط، وقداس البابا شنودة الثالث كان بيرفض هذا الخلط، الالتباس ما بين إشباع الجموع من الخمس خبزات وبين الإفخارستية اللي هي جسد الرب ودمه. وبرضو حكاية تلميذي عمواس لما كسر الخبز وعرفوه كده، دي هتيجي في بقية القراءة دلوقتي وهنجاوب على الكلام ده، بس أنا حبيت أدي ملاحظة عامة، لا ينبغي أن نخلط بين تأسيس سر العشاء الرباني وبين إشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، بدليل إن كان في سمك، إزاي بقى يبقى دي إفخارستية يعني؟ هو حاليا يا سيدنا في تعبير يمكن هو ده بيسبب اللبس، لا ما اخذ خبزا، خليها لما 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 نجي لها بقى، ما احنا اخذناها يا سيدنا. انت قريتها دي؟ اه. طب خلاص، ما دام قريتها يبقى ماشي. هي اخذ خبزا وبارك وكسر ونولهما. طيب التعبيرات دي يمكن هي بتعمل لبس يا سيدنا.
انا اجاوب على السؤال ده بالمره، كمل الاجابه وبعد كده يعني نطلع فاصل يا سيدي. بالرغم ان قدسك كنت لسه هتساله، لكن ما فيش مانع ان احنا نخلصه بالمره. شوف يا ابونا، في الافخارستيه اخد خبز وبارك واعطى تلاميذه وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. لكن هنا ما قالش هذا هو جسدي. وبعدين فين دمه؟ هيديهم جسد من غير دم؟ الكلام ده ممكن يمشي عند الطوائف اللي بتناول الجسد بس للشعب، ما بتناولش الدم للشعب، بعض الطوائف الاجنبيه في خارج مصر يعني، او جايز حد جوه مصر بيعمل كده، لكن يعني غالبا بتكون خارج مصر. احنا طبعا بنرفض هذا الطقس اللي هو مناولة الجسد بدون الدم، اللي هو الخبز تحت أعراض الخبز والخمر في القداس. فلو احنا وافقنا على الفكرة دي هننضم إلى تأييد فكرة مناولة الجسد بدون الدم عند طوائف أجنبية خارج مصر أغلبها يعني. على هذا الأساس احنا متمسكين بأن الإفخارستية لا هي خبز وسمك ولا هي خبز من غير خمر. خلاص؟ دي نقطة. النقطة الثانية حكاية ناولهما، الناسك من هم متعودين على كلمة المناولة يعني اللي هي التناول من جسد الرب ودمه. الكلمة دي كلمة شعبية لا أساس لها في تأسيس سر الإفخارستية، ما وردتش في تأسير سر الإفخارستية ولا في كلام بولس الرسول في رسالته لكورنثوس عن تأسيس سر الإفخارستية. يعني كلمة ناولهم دي وناولهما أو ناولهم دي مش موجودة في تأسيس سر الإفخارستية. هي الفكرة ناولهم يعني زي مثلا لما أنا أقول لك تناول يا ابونا الصليب ده، يعني خده مني. أي واحد يقول لك فلان بيناولوا المقطف، بيناولوا الفاس، بيناولوا الزكيبة. فكلمة ناولهما هنا يعني معنى أعطاهما. هم عرفوه من طريقته، من طريقته في الصلاة على المائدة لما يجي يصلي على أكل، لأن هم عزموه عشان يأكل. فأول ما هو بارك، بارك وكسر واداهم الخبز، انفتحت أعينهم وعرفاه. طب ما باركش على الخمر، طب هيبقوا عمل لهم نص قداس بقى ولا إيه؟ ولا يسيبهم هم محتاسين بقى؟ ما هو ممكن يكون في اباركه نبيت محطوط على السفره، جايز. حال النسيان دي كانت مايده، ما هواش خبز واحد او كاس واحد يعني، او ما كانش في كاس اصلا كمان، كانت مايده هياكلوا مع بعض. هياكلوا يا ترى كانوا حاطين ايه بالظبط؟ ما حدش عارف. لكن المهم اللي انا عايز اقوله ان لا يجوز ان احنا مايده عاديه مقصود بيها ضيافه شخص انها، لكن طبعا السيد المسيح قال للتلاميذ ساعة العشاء الرباني شهوة اشتهيت أن آكل معكم الفصح قبل أن أتألم. الحق أقول لكم أني لا أشرب من التاج هذه الكرمة بعد إلى أن أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. وبعدين بعد ما خلص الفصح اليهودي حب يلغي القديم بالجديد، فابتدى بقى ياخد خبز وخمر، وابتدى بالخبز وبارك وعطاهم وكلوا منه كلكم هذا هو جسدي، وهكذا الكأس أيضا هذا هو دمي الذي يسفك عن كثيرين لمغفرة الخطايا، اشربوا منها كلكم، اشربوا. كمان ما ادهمش بمعلقة ولا غمس الخبز في الخمر زي ما غمس في المرأة وادى اليهوذا الذي أغمس اللقمة وعطيه، ده كان في الفصح اليهودي. الكلام دقيق جدا وواضح. فهنا هم بس عرفوه من طريقته في البركة. جايز كان بيرشم الصليب. طبعا محدش قبل السيد المسيح كان بيرشم الصليب على الأكل لما يبارك. فعرفوه من طريقته في مباركة الطعام لما بيبارك عموما. ده بركة الطعام. واحنا طب احنا بناكل من غير ما نصلي على الاكل يا ابونا؟ لا طبعا. طب امال المسيح
كان هيأكلهم أو هياكل معاهم أو هيقعد معاهم على المائدة من غير ما يبارك الأكل قبل ما يبتدوا يأكلوا، وانفتحت أعينهما فعرفوا، ولذلك اختفى بقى بعديها. طب يا أستاذ النبي، بعدين في علامة تانية. آه سيدنا، ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ يبقى هو فضل ماسك عينيهم لكن ما مسكش قلبهم وما مسكش فكرهم. يعني ايه؟ يعني خلى عقلهم يفهم وقلبهم يلتهب. ده عكس الكلام التوبيخ اللي في الاول، كان اول بطيئه فهم بطيئه القلب. اي لا خلاص بقى، ده 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 شرح، ده شرح شرح عجيب. شوف قدسك قال لهم من موسى، ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. يا سلام، حتة محاضرة يا أبونا. بس أنا برضو ولو إني زعلان إنها ما تسجلتش، لكن فرحان. فرحان ليه؟ عشان إحنا نعرف قيمة حلول الروح القدس في الكنيسة، إنه يعلمنا كل شيء ويذكرنا بكل ما قاله لنا، خصوصا بداية من كتابة أسفار العهد الجديد. حاليا يا سيدنا أعتقد في قول القديس باسيليوس بيقول هذا هو الفرق بين المؤمنين والهراطقة. الهراطقة بيتمسكوا بالكلام المكتوب بالنص في الإنجيل، أما المؤمنين فياخدوا الأمور مسلمة لنا كأن يعني كلام المؤمنين أو القديسين ليس له قيمة. ده يثبت كلام من يفتك أن الروح القدس كان بيعمل في القديسين. طبعا طبعا لازم نسترشد بفكر الآباء، مش نخترع فكر جديد من عندنا ونستقل عن حياة الكنيسة والإيمان المسلم مرة للقديسين. أستاذ نيافتك يا سيدنا، نطلع فاصل بعد كده نرجع نكمل. أحبائي هنخرج فاصل ونرجع نكمل بقية هذا اليوم الطويل من ظهور السيد المسيح في أول يوم من قيامته. تفضل. أهلا بيكم أحبائي، نعود مرة أخرى نكمل حلقة النهاردة من برنامج إيماننا الأقدس حول ظهور السيد المسيح لتلميذي عمواس. بس إحنا قبل ما نكمل مع سيدنا الأنبا بشوي القصة الجميلة دي اللي سيدنا قاعد يشرحها لنا، أستاذ نيافتك في تليفونين كده صغيرين ناخدهم قبل ما نكمل. ألو، مين معايا؟ ألو. أيوة أنا فوزية. اهلا بيك يا استاذه فوزيه من القاهره. ايوه اهلا بيكي. نتقبل الايادي لقدس ابونا قدس سيدنا، ربنا يخليك. اهلا وسهلا. نتقبل الايادي يا قدس ابونا. اهلا بيك. قدس نفسي، معلش احنا هنرجع ورا شويه لتمثيليه القيامه، معلش بعيد عن تلميذي عمواس. في الحوار بتاع افتحوا ايها الملوك ابوابكم، مين الملوك دول؟ حاضر. طيب شكرا بس. شكرا استاذ فوزي. في اسئله تانية؟ ده سؤال كويس. شكرا. الملوك هم حراس ابواب الملكوت، الموضع الذي لم يدخل اليه ذو طبيعه بشريه زي ما بنقول في القسمه في القداس، اللي هو ملكوت السماوات. ما فيش اي انسان دخل الملكوت خالص لغايه النهارده غير السيد المسيح كسابق لينا، زي ما قال بولس الرسول حيث دخل يسوع إلى مداخل الحجاب كسابق لأجلنا. وقال برضو دخل إلى الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا، وقال أنا أمضي لأعد لكم مكانا ثم آتي أيضا فأخذكم إلي. فحراس الأبواب الدهرية دول اللي هم أبواب الملكوت عمرهم ما شافوا بني آدمين، عمرهم ما شافوا بقى من آدمين داخلين الملكوت يا سيدنا. ممكن يكونوا عمرهم ما شافوا بني آدمين خالص. ياه. لأن آدم وحواء كانوا في الجنة مش في الملكوت، لكن على الأقل عمرهم ما شافوا بني آدم داخل، اللي هو الكلام اللي في النص التقليد الكنسي. فشافوا إنسان بهي بهي جدا، بس إنسان برضو. فطب إزاي؟ فقالوا له الملائكة بتوع الصعود اللي رافقوا الموكب الانتصاري بتاع السيد المسيح، فقالوا لهم
افتحوا ايها الملوك ابوابكم، ارفعوا ايها الملوك، وارتفع اطلع الباب الدهري، فيدخل ملك المجد. مين هو؟ فحبوا يطمنوا، قالوا لهم من هو هذا ملك المجد؟ قالوا لهم الرب العزيز القدير القاهر في الحروب، هذا هو ملك المجد. وكلمة الرب هنا مش أدوناي، مش لورد بالإنجليزي، مش كيريوس باليوناني، هي النص في المزمور عبري، فهو يهوى. نعم، يهوى اللي هو معناها الكائن، وده الاسم اللي قاله الله لموسى المسيح لما ظهر لموسى في العليقة في سفح جبل سيناء، قال له انت اسمك ايه عشان لما اروح لشعب اسرائيل اقول لهم، قال له اسمي يهوى. فقالوا لهم يهوى العزيز القدير القاهر في الحروب، هذا هو ملك المجد. فعلى طول الملائكة فتحوا الابواب على اوسع ما فيها وضربوا تعظيم سلام، طبعا اذا جاز التعبير يعني، او سجدوا، لان الرب نفسه جاي في صورة انسان. وبالاجماع عظيم ان هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر بالروح، كرز به بين الامم، اومن به في العالم، رفع في المجد، تراءى لملائكة. شوف أيوة. شوف النص بتاع الآية دي، تراءى الملائكة، عظيم بالإجماع، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر بالروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. طب يعني إيه تراءى لملائكة؟ يعني إنه في ملائكة شافوه بعد التجسد. فأنا أستند إلى الآية دي عشان أقول إن حراس الأبواب الدهرية ما كانوش شافوا المسيح قبل كده بعد تجسده، ودي كانت أول مرة يشوفوه. فالملاك اللي ظهر للرسل وقال لهم أنتوا مالكم بحلقين كده وواقفين بعد صعود السيد المسيح، يسوع اللي شفتوه منطلق كده على السحاب للسماء هتشوفوه جاي في اليوم الأخير على السحاب. فيلا روحوا بقى، فرجعوا فرحانين، سجدوا له الاول ورجعوا الى الهيكل في اورشليم، وانتظروا بقى في العليه حلول الروح القدس. حاليا سيادة مناسبه النظر، وعلى فكره تمثيليه القيامه احنا بنقول فيها الحاجات دي، بس كل ده حصل يوم الصعود، ولذلك مزمور انجيل قداس الصعود هو ده، افتحوا ايها الملوك ابوابكم وارتفعت الابواب الدهريه، مش مزمور قداس القيامه. بس احنا يعني فرحة للشعب، ها، ان احنا بنفتح ستر الهيكل ونقول المسيح قام، كحاجة يعني اشارة، زي مثلا الملاك لما دحرج الحجر عن باب القبر، والمريمات تأكدوا ان المسيح قام، وقام والحجر محطوط. وبنستعير العبارات دي، بس هي الحقيقة دي خاصة بدخوله الى السماوات بعد 40 يوم من قيامته بين الاموات. وفعلا زي من يفتك كده شرحت، كان سيدنا بنيامين شرح برضه يوم الاثنين موضوع تمثيل الايام. صحيح، طب كويس، بالظبط كده، الروح واحد. سيدنا في الجزء الاولاني قبل ما نخش على الجزء الثاني مكتوب كده امسكت اعينهما. طب ليه ربنا يسوع المسيح امسك اعينهما؟ ليه ما سابهمش يشوفوهم الاول؟ اشرح لهم. سؤال مهم جدا يا ابونا. دلوقتي السيد المسيح أثبت لتلاميذه وهو يظهر لهم 40 يوما، أثبت لهم أنه هو حي ببراهين كثيرة، وكتير قوي كان يوريهم إيديه ورجليه وجنبه ويقول لهم تعالوا حطوا إيديكوا في جنبي وفي المسامير. ولما زي ما بقيت القراية اللي في نفس الإصحاح ده بتقول أنه هو أكل قدامهم شهد عسل وسمك مشوي وكده، كل ده عشان يثبت لهم حقيقة قيامته. وأيضا حاجات تانية كانت تعتبر معجزات، زي لما دخل من الحيطة والأبواب مغلقة في العلية يوم الحد برضه في آخر اليوم، وزي لما طلعوا وهم بيصطادوا في بحر طبرية لقوه محضر لهم سمك مشوي وهو منزلش اصطاد حاجة،
وقال لهم قدموا من اللي اصطادوه، كانوا تعبانين طول الليل وما اصطادوش حاجه. وبعدين لما قال لهم معاكم حاجه؟ قالوا له ما لقيناش. فقال لهم ارموا على جانب السفينه الايمن فتجدوا، فالسفينه كانت هتغرق من السمك. فيوحنا عرف ان هو الرب، وهم كانوا بعاد، فقال لبطرس هو الرب. دي كلها حاجات احداث بعد القيامه. لكن انا مبسوط جدا من حادثه تلميذي عمواس، انه ما استخدمش فيها اي معجزه، اي معجزه قصدي لاثبات ان هو، ولا بين اثار المسامير، ودي معجزه ان هو موجود على الارض وانه حد يقدر يلمسه، دي معجزه، لان ده جسد القيامه بيبقى جسد روحاني. فكونوا يمسكوه دي معجزه، وكونه موجود على الارض معجزه، لان هو مش متاثر بالجاذبيه الارضيه، المفروض يصعد. لكن انا قصدي انه اخذ الجانب الاخر خالص. ايه هو؟ اثبات قيامته والامه. كان ينبغي المسيح يتالم ويدخل الى مجده من الاسفار المقدسه. ايوه. ليه؟ عشان احنا ما يبقاش ايماننا مبني بس على المعجزات. ليه؟ لان لما هيجي ضد المسيح في نهاية العالم الوحش، هينزل النبي الكذاب اللي هيجي معاه نار من السماء، وهيخلي تماثيل الوحش تتكلم، والذي مجيئه بقوة الشيطان، بعمل الشيطان وقوة آيات ومعجزات كثيرة، هيعمل معجزات. طب احنا لو كانت المعجزة هي الدليل الوحيد، يبقى احنا ممكن نضيع في آخر الأيام ونجري وراء المعجزات لما يجي ضد المسيح. فعمل ازاي؟ قال في منهجين. في منهج ان انا فعلا القيامه في حد ذاتها اعظم معجزه، ومعجزات اخرى كثيره ما قبل القيامه وما بعدها، بس في حق كتابي. ها؟ وذلك مشهودا له من الناموس والانبياء. السيد المسيح. ولذلك ده درس مهم جدا، لان لما قلت من شويه ان ده كان اعظم محاضره اتقالت في شرح التجسد الالهي وموت المسيح وقيامته اللي قالها المسيح بنفسه في جميع الكتب، من جميع الكتب ابتداء من سفر التكوين. هذا الدرس هو ايضا درس اخر، ان احنا مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه. فلازم نسند المعجزه بالنبوات، نسند المعجزه بشهاده الاصفار، شهاده يسوع هي روح النبوه، مكتوب كده في سفر الرؤيا. ولما يجي ضد المسيح، لو حد فينا عايش يسأله السؤال ده، يقول له فين النبوات اللي انت بتستند اليها في صدق ارساليتك ان انت المسيح، لان هو هيدعي ان هو المسيح. فين النبوات؟ فين شهادة الاسفار المقدسة؟ ده لما يجي قرب نهاية العالم. كفاية على كده. ربنا يخليك. النقطة دي أستاذ يافتك، قبل ما نخش في الجزء التاني ناخد اتصالين صغيرين كده. اتفضل. الأستاذ صبحي من البحيرة. ألو. ألو. أهلا بيك يا أستاذ صبحي. السلام والنعم. أهلا وسهلا. إزاي نيافة الأنبا بشور؟ أهلا يا فندم. السلام والنعم. نيافتك كنت بتدينا في الكلية الإكليريكية في دمنهور، وتشرفت، دي يعتبر رابع مرة بكلم نيافتك. ليا بس سؤالين بصوت كده. بالنسبة للملاكين لما وجدوهم جالسين في القبر، فهل الملائكة بتستريح، ولا هنا انهم عايزين يعرفونا ان القبر والخوف احنا ما نخافوش منه بعد قيامة المسيح؟ والسؤال الثاني، بطرس انكر المسيح 3 مرات، طيب مريم المجدلية لما ظهر لها هل أنكرت القيامة بأنها تقول سيدي أخذوه ولست أعرف أين هو 3 مرات؟ فهل ده يعتبر إنكار منها للقيامة، ولا لها تفسير ثاني يا سيدي؟
ومتشكرين على حسن استماعك وصدرك الراحل. شكرا يا استاذ صبحي على الاتصال. منك على المحل. شكرا شكرا. انا هجاوب السؤال الثاني الاول. الاولاني ما سمعتوش كويس، لو قدسك كنت سمعته بقول لي هو ايه. هي مريم المجدلية فعلا المسيح عاتبها وعاتب بطرس 3 مرات، قال له أتحبني أكثر من هؤلاء زي ما كنت بتقول ولو شك فيك الجميع أنا لا أشك، أتحبني أكثر من هؤلاء، ورجع قال له أتحبني، لدرجة أن بطرس زعل حزن وقال له يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أن أحبك. فهو عاتب بطرس وعاتب مريم المجدلية، فهو ده. وتوما ما هو شك وقال إذا ما حطيتش إيدي في جنبه مش هصدق إنه قال. هو المسيح شفى ضعفات في تلاميذه والمريمات أو النسوة قصدي، يعني مش المريمات لأن مريم العذراء ما كانت بعيدة عن الجو ده. لكن طبعا في فرق إن بطرس أنكره قدام اليهود وحلف ولعن ان هو لا يعرف هذا الرجل، كانت تقيلة يعني. لكن مريم القيامة بالنسبة لها كحدث فائق للطبيعة يعني. رجعت تاني اتلخبطت بعد ما كانت بتقول انه قام وان هي شافته، ابتدوا ما يصدقوهاش، فابتدت هي كنفسها تشك في الموضوع وعمالة تدور عليه. ولما ظهر لها برضو قال لها لا تلمسيني، انت عايزه تمسكيني يعني هي القيامه بس طول ما انا قدامك؟ طب لما اصعد للسماء هتعملي ايه؟ فهو عاتبها برضه بس صلح الموضوع يعني. سيدنا السؤال الاولاني هو كان بيسال وجود الملاكين جوه القبر، هل ده عشان يعلمنا عدم الخوف من الموت ومن القبر؟ يعني ده احد الدروس يعني. وطبعا احنا في صلاه الجناز بنقول ان يا رب تاخد نفسه للفردوس بيد ملائكه في صلوات الكنيسه يعني. وطبعا عندنا ايمان زي ما المسيح قال في مثل الغني والعذر عن الرجل القديس اللي اسمه العذر، حملته الملائكه الى حضن ابراهيم. وعلى فكره ده مثل مش محدد الزمن بتاعه يعني، لان يعني هو مجرد مثل، لكن ناخد منه فكره إن القديسين أرواحهم بتحملها الملائكة. ففعلا إحنا لازم نؤمن إنه الناس الأبرار بتيجي الملائكة في لحظة انتقالهم. ومش بس كده، ده إحنا بنقول للعذراء وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروسة بالعيب قتل حي. لكن قبر المسيح كانت بتفوح منه رائحة الطيب اللي اتسكب عليه وقال دول بيكفنوني مرتين، السبت بالليل والثلاث بالليل، درجة الثلاث بالليل غرق جسمه كله، رائحة حياة لحياة في الذين يخلصون. مفيش نتن، مفيش فساد. أيوة. قبر منور، قبر بتنطلق منه بشرة الحياة الجديدة. فلازم تبقى في ملائكة بتحتفل بالقيامة، ولازم تبقى فيه أنوار، لأن ده النور انتصر على الظلمة، الحياة انتصرت على الموت، الحق انتصر على الباطل وعلى الظلم، القدرة الإلهية الفائقة انتصرت على كل تدابير البشر الماكرة الخبيثة. القبور لما اتفتحت يوم صلبه وبعد قيامته يقول وخرج منها كثير من أجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته، بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا كثيرين. مش بس الملائكة عند القبر، ده القديسين عملوا مظاهرة جوه أورشليم، يخبطوا على البيوت يقولوا لهم احنا رحنا الفردوس، الجحيم اندحر، الفردوس اتفتح، الخلاص تم، نبوات الانبياء. اشعيا يقول لهم مش شفته؟ مش قلت لكم؟ وداود يقول لهم بصدقوا بقى. عشان كده على ما جه يوم الخمسين الامور كانت اتجهزت لبطرس وللتلاميذ. هتقول حاجه؟ انا اعتذر لنيافتك يا سيدنا، واضح ان احنا مش هنقدر ناخد الجزء الثاني،
أو يا إما لو حبيت نيافتك لا ممكن تقراه وبعدين نبقى نناقشه بعدين. نناقشه بعدين حللني سيدنا. وفيما هم يتكلمون بهذا طبعا إن هم تلميذي عمواس لما رجعوا أورشليم بيحكوا مع الإحدى عشر. بيحكوا اللي حصل كله. وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم. وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم، وأنتم شهود لذلك، والمجد لله دائما. تحلل يا سيدنا، احنا هنكتفي بهذا القدر النهاردة، كفاية النهاردة أو إن شاء الله نكمل الحلقة. شكرا يا أبونا، ربنا يخليني أفتك يا سيدنا. أشكركم أحبائي لأنتم عدكم النهاردة، وبشكر سيدنا نيافة الأنبا بشوي يعني على تعليمه، وفعلا بينير أذهاننا وعيون قلوبنا بتعليم الآباء الجميلة، ودقة الفحص في الإنجيل، وربط جميع البشائر عشان نطلع بصورة متكاملة عما حدث في كل هذه الأحداث. أحبائي أشكركم مرة أخرى، إلى لقاء الأسبوع القادم. خريستوس أنيستي، آليثوس أنيستي.